وأصبح لها صيحات وصرعات وأفكار مجنونة في تصاميمها. هذا كل ما يدور في فلك سكان الأرض حالياً، فلا خلاص من قيودها في الوقت القريب ولا مجال للتخلي عنها. الكمامة قرر البعض أن تكون بأي شكل، المهم أن تنجح في مهمتها الدفاعية في درء شر هذا المجهر وصده. قطعة إضافية لا أمان بدونها، حتى لجأت الحكومات إلى التسلح منها ورصدت ميزانية لتصنيعها. خفيفة ظريفة لا تتطلب كتاب إرشادات لارتدائها، لكن يبدو أن رئيس جنوب أفريقيا أخفق في إثبات ذلك، رغم أن الطريق من ألف إلى باء خط مستقيم قصير. موقف محرج فكاهي للرئيس سيريل رامافوسا سيذكره التاريخ له في زمن الجائحة، لكن التاريخ في الحقيقة لن يستثني أحداً من السخرية في زمن كورونا التي حبستنا في المنازل وحجرت على تحركاتنا، فيما احتلت الطيور والحيوانات كوكب الأرض وسكنت بيوته وافترشت شوارعه، فلا بشر تفسد ولا إنس يزعج. مجهري خفي قلب الموازين وسلب حريتنا واستحوذ على حديثنا وخيالنا حتى، فالحياة صارت مع كورونا وعن كورونا وبسبب كورونا، والنشاطات الرياضية تحكمها كورونا، وصناع الحلوى يلهمهم شكل كورونا على أمل الانتقام منه بضربة سكين وتقطيعه إرباً. لكن الهزيمة لا تبدو قريبة، وإن كان طعم الانتقام محلى بالسكر. سماح سيد، العربية.